في الحقيقة شدنا هكذا حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أحد المغردين وكذلك بين محمد بن عامر العيسري الباحث في التاريخ العماني. المغرد عبد الله الحارثي يقول أن الحجر الصحي ثقافة صحية متبعة منذ القدم، وحث عليها الإسلام وشدد عليها، وفي ولاية إبرة بالتحديد في منطقة الصفح بمنطقة السفالة يوجد حجر صحي قديم بني بجوار مقبرة الصفح تحت سفح الجبل القطبي، ويسمى محليا بيت المراضة، يوضع فيه من به مرض معدي حتى يشفى ويقدم له طعام في أواني خاصة. رد عليه الباحث محمد العيسري قال إنه هذه تسمى غرفة العزل، هي أيضا بالمعزب. أنا ما أعرف إذا كنت يعني أقول هذه الأسماء بشكل صحيح، لكن بنتأكد إن شاء الله بعد شوية من محمد. وسبلة المجدر أي المصابين بالجدري، وقد كان لها وقف ينفق ريعه لمرض الأوبئة المعدية، وفي القناطر بإبرة حارة تسمى الحشرية نتيجة هلاك أغلب أهلها بسبب الطاعون الكوليرا، وقد وجدت تقييدا يؤرخ للكوليرا عام 1865. هذا الحديث التاريخي حقيقة مشوق، وراح نقف عنده من خلال محطتنا القادمة من خلال تواصلنا مع محمد بن عامر العيسري باحث في التاريخ، أو عفوا باحث في التراث العماني. مساك الله بالخير. مساء النور، أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ محمد، ونتكلم اليوم عن تاريخ الأمراض والأوبئة، وتعرف أنت الآن مع وجود فيروس كورونا يكثر الحديث عن الحجر الصحي، عن العزل، كذلك خوفا طبعا من تفشي هذا المرض ومن العدوى. ناخذ الموضوع عندك من الجانب التاريخي ونتكلم عن تاريخ الأمراض والأوبئة قديما، وأهم ما اتخذ طبعا من إجراءات احترازية ووقائية لها. نعم، هو الحديث عن هذا الموضوع بحاجة إلى بحث واستقصاء من المصادر، ولكن نستطيع القول أن الوباء أو الداء يعني المعدي الأكثر شهرة يعني في الأزمنة الماضية الذي أشارت إليه المصادر التاريخية هو الكوليرا، الذي كان يعرف محليا بالطاعون وتنتج عنه كثير من الوفيات، لأن الأمراض المعدية لم تكن يعني لها عقاقير وأمصال كما هو معروف اليوم أو تطعيم مسبق، ولكن الوسيلة الوحيدة التي يعني أشرت إليها في تغريدة الأستاذ عبد الله هي الحجر الصحي. طبعا الحجر الصحي يعني هو معروف، وحتى جاء يعني في السنة النبوية، يعني هو أشير إليه في كتب الفقه وفي الشريعة الإسلامية انطلاقا من حديث النبوي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا إليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فيعني الحجر الصحي عبر التاريخ الإسلامي هو معروف وله طرق، لكن لم يعني تتحدث عنه المصادر العمانية تحديدا بالتفصيل، وإنما هناك إشارات في بعض كتب الفقه وكذلك في العصر الحديث يعني من خلال ما كتبه الرحالة والمستشرقون، مثلا الإرساليات الأمريكية والمستشرقون البريطانيون، بعض المصادر يعني الغربية إجمالا، وكذلك في المصادر العمانية هناك إشارات يعني قليلة في كتب الفقه وفيما يكتب في المخطوطات مما يعرف بالتقييدات. التقييدات هي عبارة عن تواريخ تكتب في أطراف المخطوطات، ويكون فيها الحديث عن من ماتوا ومن يعني هلكوا بسبب هذه الأوبئة، وكذلك يشار أيضا في بعض نسخ الوقف إلى هذه المواضع التي تستعمل للحجر الصحي، لأن الأوقاف في عمان كانت يستفاد منها في شؤون المجتمع بصورة عامة، يعني هناك تفاصيل كثيرة وهناك أصناف وأنواع كثيرة للوقف في عمان، ومن بينها
الوقف لمعالجة الأمراض المعدية وللحجر الصحي لهؤلاء المرضى حتى يعني يكتب لهم البرء والشفاء. نعم. لأن المكان الحجر يحتاج إلى نفقة وكذلك الطعام، لأنهم يكونوا عاجزين عن تدبير طعامهم وشؤونهم أحيانا، فهذا الوقف يعني يكون ريعه كما ذكرت أنا في تعليقي على تغريدة الأستاذ عبد الله بن حمد الحارثي أنه يعني كمثال هنا في إبرة، كان الوقف عبارة طبعا الأوقاف في عمان عامة كانت أموال خضراء بساتين النخل التي أيضا يكتب لها شيء من مياه الأفلاج. نعم. فالمردود الذي يكون في كل عام من طناء النخل ينفق في مصارف الوقف، ومن بينها هذا المصرف اللي هو للحجر الصحي ولعلاج الأمراض المعدية. نعم أستاذ محمد، أنت ذكرت بعض المواقع، أنا ما أعرف إذا نطقتها بشكل صحيح، مثل المعزب، مثل الحشرية، هذه المواقع كانت مواقع مخصصة للحجر الصحي؟ نعم، الموضع الذي يعني التقط له صور الأخ عبد الله في تغريدته هو موجود كما أشار أسفل الجبل في سفالة إبرة، وهو مبني بالحجارة وبالجص أو الصاروج، وهو باق حتى اليوم، يعني المكان معروف. وهذا مثال طبعا المعلقون على تلك التغريدة أشاروا إلى وجود مواقع أخرى مشابهة في ولايات كثيرة، في أصور وفي قريات وفي بلية وفي الرستاق، أنا لا يحضرني كل ما ذكر، لكن لو رجعتم إلى التغريدة لوجدتم يعني إشارات إلى مواقع مشابهة في محافظات وولايات أخرى في السلطنة. نعم. وطبعا تاريخها متفاوت يعني من حيث القدم وكذلك من حيث الاستعمال، لأنه كما قلنا الأكثر انتشارا كان الكوليرا، وإلى جانب الكوليرا أيضا أشير إلى الجدري. طبعا الجدري أيضا كان يعني مرضا معديا وكان ينتشر، حتى أن له إشارات في بعض الأدبيات العمانيين مما كتبوه من قصائد وأشعار لمن أصيبوا بالجدري، وصفوا حالهم. وكذلك يعني التسمية التي أشرت إليها أنا في التغريدة، سبلة المجدر اللي هو المصاب بالجدري يعني. فهذا المكان أيضا يسمى يعني عندنا في إبرة بهذه التسمية نسبة إلى المرض نفسه. نعم. وكيف كان يعالج، والمعزب أيضا العزب بمعنى العزل. نعم. أو الانفصال أو الخروج، فهكذا يعني أيضا كان يسمى المعزب لهذا الاعتبار. وهناك إشارات عديدة إلى يعني أمراض الجدري، وكذلك كما قلنا في بعض التقارير التي كتبها الأوروبيون والرحالة، يعني مثلا لوريمر أشار في موسوعة السجل التاريخي لعمان. نعم. والخليج الجزيرة العربية أو ما يعرف بدليل الخليج، إلى وقوع الكوليرا مثلا في مسقط وفي نواحي أخرى من عمان. وكذلك يعني معروف انتشار الكوليرا في مسقط عام 1918 وفي عام 1904 وكذلك في نهاية القرن التاسع عشر. التاريخ الذي أشرت إليه أنا أيضا إلى وقوع الطاعون، أو يعرف أيضا بالميتة، الميتة بمعنى الموت الجماعي نتيجة الكوليرا، كان في إبرة في عام 1282 هجرية، وأشرت أنا إلى التاريخ المقابل له بالميلاد في التغريدة. فهذه بمجملها يمكن أن تكون نواه لدراسة يعني ما استعمله العمانيون من وسائل وطرق للحجر الصحي. وكما تفضلتم أن يعني كثر الحديث هذه الأيام نتيجة انتشار فيروس كورونا في أنحاء كثيرة من العالم. نعم الأستاذ محمد، كونك باحث في التاريخ والتراث العماني، هل تم الالتفات إلى مثل هذه المواقع الأثرية في مسألة طبعا توثيقها وكذلك الاعتناء بها فيما يخص يعني أقصد هذه اللي استخدمت كحجر صحي
والمواقع اللي أشرت لها وكذلك اللي شفناها في الصور؟ نعم، هو في حدود معرفة الشخصية، يعني لا أستطيع الجزم بذلك، لكن أستطيع القول أن هذه المواقع هي جديرة بالاهتمام وبالعناية سواء من الجهات الرسمية أو من المجتمع حتى، وبالتعاون بين المؤسسة الرسمية المعنية بذلك وهي وزارة التراث، نعم، والأهالي في مختلف ولايات السلطنة. وطبعا هناك لفتة جميلة كانت يعني تبعا لتلك التغريدة، وهي يعني تعليق معالي وزير التراث والثقافة، نعم، على أهمية مثل هذه المواقع، صحيح، وإيلائها العناية والاهتمام، وهذا ما يتمناه الجميع. نعم. سؤال أخير أستاذ محمد، هل من خلال ما كتب طبعا عن هذا الموضوع تم توضيح ما هي سبل التواصل كانت بين المصابين والأصحاء في تلك الفترة؟ يعني نحن نعرف أن المصاب في أماكن العزل هذه يمكن يحتاج من يوصل له الطعام أو يعتني مثلا ببعض جوانبه، هل ذكرت هذه الكتابات آلية التواصل؟ أنا شخصيا لم أطلع على نصوص مكتوبة بهذا الخصوص، ولكن ما يرويه بعض الأهالي يعني من الرواه أو ما يمكن أن يصل لنا عبر التاريخ الشفهي المروي، أنه كانت هناك بعض الضوابط، نعم، حتى يعني يضمن عدم الانتشار من مثل استعمال الأواني المخصصة كما ذكر المغرد عبد الله في الأستاذ عبد الله في تغريدته. نعم. فهذه إحدى الطرائق، وكذلك العزل نفسه، يعني حتى لا يكون يعني انتشار الوباء حتى عبر العوامل الطبيعية مثل الهواء ومثل استعمال الملابس والمكان نفسه، فكان يخصص لهم كل ما يعني يعنيهم من شؤون الحياة ولا يستعمله غيرهم، ولربما يكون وصولها أيضا عبر أدوات قد تكون تقليدية ليست كما هو معروف اليوم، لأن الآن كما نعلم يعني الطب تقدم، وكذلك الأدوات المستعملة للوقاية لم تعد كما كانت في السابق، فما وصلنا هو عبارة عن مرويات، لأن هناك من أدركوا وقوع الأمراض المعدية، يعني بعضها كان إلى مرحلة متأخرة من القرن العشرين، ربما في فترة الأربعينيات والخمسينيات. نعم. يعني بعض آبائنا نحن أدركوا مثلا الجدري وكتبوا نظموا فيه بعض القصائد الشعرية، وكذلك نرى ذلك في بعض المكاتبات أو المراسلات التي كانت بين العمانيين في الداخل والخارج، بين من كان منهم يعمل في دول عربية أخرى أو حتى في الشرق الأفريقي مثلا زنجبار ونواحيها، بعض المكاتبات والرسائل ترد فيها الإشارات إلى وقوع بعض الأمراض المعدية، وفيها ذكر لمثلا من أصيب ومن مات وإلى آخره. نعم، نسأل الله السلامة للجميع، وجميلة هذه الوقفة التاريخية. كلمة أخيرة تحب تقولها أستاذ محمد؟ ما من كلمة نقولها إلا أننا نسأل الله سبحانه أن يرفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، فالبشر جميعا بينهم مشترك إنساني أينما كانوا وكيفما كانوا، وما يتعلق بالجانب التاريخي كل هذه المسائل لا شك أنها غاية في الأهمية، والأمل أن يعني تولى عناية من قبل الباحثين والمهتمين بإذن الله تعالى. الأستاذ محمد بن عامر العيسري، باحث في التراث العماني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. يعطيك العافية. شكرا.